جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من المفروض اتباع مذهب من المذاهب وأي المذاهب أفضل؟ جزاكم الله خيرا. الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والعمل بما جاء عنه، فمن كان يستطيع معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والفقه فيه إنه يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يقلد أحدا، وهذا إنما ينطبق على العلماء المجتهدين الذين يتصفون بشروط الاجتهاد المعروف. أما من كان عاجزا عن الاجتهاد وعاجزا عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه عاميا أو مبتدئا في طلب العلم، فهذا يقلد من يثق بدينه وعلمه من أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمذاهب الأربعة ولله الحمد كلها مذاهب سنية وكلها مذاهب صحيحة في الجملة ومبنية على قواعد صحيحة ومستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما جاء في المذهب يكون صحيحا، قد يكون هناك أخطاء في الاجتهاد، ولكن هي في الجملة ولله الحمد مذاهب صحيحة. بأيها اقتديت أو قلدت جاز ذلك، كالمذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، لكن كما ذكرنا إنما هذا في حق العاجز عن الاجتهاد ومعرفة الدليل من العامة أو من المبتدئين في طلب العلم، إنهم يسألون ويأخذون بالجواب الذي يقال لهم من قبل أهل العلم، لأن الله أمرهم بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يأمرهم بذلك إلا لأجل أن يعملوا بما يقال لهم وبما يفتون به. نعم.